المسؤولين والسيد مدير فرع نينوى لتصنيع الحبوب على إعادة وتشغيل المطاحن وتجهيز المواطنين بمادة الطحين وتوفير فرص العمل للعاملين، وشكرا. وكما نشكر قناة الموصلية السباقة دائما، ونعتبرها هي قناة الفقير، هي قناة كل الموصليين والعراقيين إن شاء الله. شرفنا اليوم بزيارة أستاذ بشار الكيكي، انطانا دافع معنوي للمعامل الصناعة الوطنية، والحمد لله رجعت الأيام وترجع المعامل تشتغل، وكرمنا الأستاذ طانا كرامية للعمال، وهذا اليوم يوم تاريخي للعالم للعمال كله. بمناسبة عيد العمال العالمي أتقدم بأزكى التهاني والتبريكات إلى الأسرة العاملة في محافظتنا نينوى خاصة والعراق عامة بعيدهم، ونتمنى لهم الموفقية في عملهم. حضرنا هذا اليوم الاحتفالية المقامة بمناسبة عيد العمال العالمي، وبدورنا نهنئ كافة عمال نينوى بعيدهم الأغر، ونهنئ عمال العراق عامة، كما نهنئ بهذه المناسبة أصحاب المطاحن الأهلية بافتتاح 7 مطاحن أهلية في جانب الأيسر من مدينة الموصل لتقوم بعملها وطحن الحبوب وتوزيعها إلى المواطنين ضمن مفردات البطاقة التموينية. عيد العمال العالمي، تشرفنا بزيارة الأستاذ بشار الكيكي رئيس مجلس محافظة هنا والمحترم داعم الصناعات الوطنية بهذه المناسبة العظيمة، وبذلك نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ بشار والسادة الضيوف لحضورهم الحفل اللي أقمناه بمناسبة عيد العمال العالمي، ويعتبر هذا اليوم هو يوم بداية إن شاء الله بداية الطحن الجديد للمطاحن الأهلية، عودة الحياة الطبيعية للمطاحن الأهلية اعتبار من يوم 1/5، وإن شاء الله راح تباشر أعمالها في تجهيز المواطنين ضمن البطاقة التموينية وتقديم رغيف في الخبز للمواطن. بمناسبة عيد العمال العالمي اليوم المصادف 1 أيار، نبارك هذا العيد إلى كل الطبقة الكادحة والطبقة العاملة، ونشكر السيد بشار كيكي رئيس مجلس محافظة نينوى والوفد المرافق له بمشاركتهم هذه الاحتفالية اليوم اللي قامت في محافظة نينوى قضاء الكيف. ونحن بهذه المناسبة غرفة صناعة نينوى ندعو كل الأخوة والسادة الصناعيين إلى الرجوع إلى المعامل وإلى المصانع وإعادة تأهيلها للقضاء على البطالة وتشغيل أكبر عدد ممكن من الأيدي العاملة. إن شاء الله سوف نفتح صفحة جديدة ونطوي الصفحة السوداء التي مرت على محافظة نينوى والتي أثرت ودمرت هذا القطاع. إن شاء الله جميع الحكومة المحلية في شقيها التنفيذي والتشريعي هم داعمة لهذا القطاع وداعمة إلى كوادرنا العاملة.